الحركة دي تأسست من شهر تقريبا، بس احنا التقينا في معهد المحاماة. كانت البداية الأولى ان احنا نتجمع في معهد المحاماة، وان احنا نشوف ايه هي مشاكلنا، وان احنا نحاول نشوف لها وضع وحل ليها. الحل ده بالتعاون مع النقابة، لان اغلبية المشاكل كلها عموما حلها مع النقابة. النقابة اللي هتحلها لنا، مفيش حد تاني هيتدخل خارجيا هيحل لنا مشاكلنا. احنا محامين، النقابة بتاعتنا لازم هي اللي هتحل لنا مشاكلنا. الطريقة احنا بنشوف المشاكل اللي بتقابلنا في المحاكم عموما. احنا كل يوم، احنا مش مشتغلين، لا احنا كل يوم في المحكمة بنشوف، بنتعامل مع الموظفين، مع النيابة، مع أمناء الشرطة، بتقابلنا مشاكل. المشاكل اللي بتقابل المحامين عموما الشباب في بداية طريقهم، فبنجمع المشاكل دي وهنشوف حلها ايه مع النقاش مع بعضينا. يعني هو مش موضوع ان حد يحط حل معين، هو لما نتناقش هيكون اكثر من حل، وهنعرف نوضع حل يتناسب مع جميع الشباب. احنا كنا عايزين نعمل بجهة رسمية او بصفة رسمية، فتوجهنا لمكتب النقيب، والسيد النقيب رحب بينا في مكتبه، وكان سعيد جدا بلقائه معانا، واعتمد الحركة بشكل رسمي ان احنا نعمل تحت ظل النقابة في خدمة الشباب، والكيان مكون من الشباب لخدمة الشباب. وهيكون في انتقادات الفترة اللي جاية، ان عشان فترة الانتخابات والايام اللي جاية هيبقى في انتقادات ضدنا. احنا لا دعاية انتخابية ولا لينا مصالح شخصية، احنا جروب شباب لخدمة الشباب فقط. احنا ان شاء الله بعد الملتقى هيكون في ندوات وفي دعم للشباب، وبعد الملتقى هيكون في اجتماع مع النقيب ان شاء الله لطرح جميع المشاكل اللي هتقابلنا بكرة ان شاء الله. احنا من ضمن الناس اللي احنا في مفرمة المحاكم. عدد الجروب حاليا 2500 على مستوى الجمهورية. احنا مش هنشتغل على مستوى محافظة او نقابة فرعية معينة، احنا هنشتغل على مستوى الجمهورية بشكل دائم، لان المحامي اللي في اسوان ليه حق وليه مطالب، والمحامي اللي في اسكندرية ليه حق وليه مطالب، نفس الحقوق لكل المحامين الشباب اللي في القاهرة والجيزة. احنا مجموعة من الشباب المحاميين، وهدفنا ان حركة شباب بلا قيود تخدم برضو شباب المحامين، ان احنا نسمع مشاكلهم اللي هي برضو نفس مشاكلنا، ونجمع اكتر مشاكل مشتركة واكتر مشاكل اجتمعنا عليها كلنا، ونقوم ان شاء الله بعرضها على النقابة العامة والنقابات الفرعية لإيجاد الحلول المناسبة لمساعدة شباب المحامين. معالي النقيب استقبلنا طبعا استقبال رائع، واعتمد الحركة بتاعتنا وسمع أفكارنا وسمع إيه هدفنا من الحركة أو الأهداف اللي احنا عايزينها من الحركة دي، وشجعنا ووعدنا طبعا إن احنا أي حاجة أي دعم هنحتاجه من النقابة العامة أو النقابات الفرعية إن هو إن شاء الله هيوفره لنا، وطلب مننا بعد الملتقى الأول مع الشباب إن احنا إن شاء الله نحضر له بقى يعني إيه اللي احنا طلعنا بيه من الملتقى، وإيه المشاكل المشتركة أو المشاكل أو أكتر مشاكل بتواجه شباب المحامين. احنا عاملين طبعا فريق عمل في شباب بلا قيود قام بتنظيم الملتقى، هيكون في النادي النهري بالعجوزة، جهزنا له ان شاء الله باذن الله، ودعينا ليه شباب كتيره جدا من شباب المحامين. هنقوم بمناقشتهم وسماع المشاكل بتاعتهم، وطبعا لو عندهم مقترحات هنسجلها، والمقترحات الجيده هنقوم ان شاء الله نشتغل عليها، ونبتدي نساعدهم ان شاء الله عن طريق حلها بالتعاون مع النقابه العامه والنقابات الفرعيه باذن الله. الهدف اللي احنا دخلنا فيه للجروب ان احنا نساعد زمايلنا الشباب اللي مشاكل بتواجهنا زينا زيهم، عايزين نساعدهم. وابتدينا اول خطوه بمقابله المعالي النقيب العام استاذ سامح عاشور، ورحب جدا بفكرتنا وبصدر رحب، وسمع كل كلمه احنا عايزينها وكل شكوى، وتوجه بالحلول، واعتمد فكره الجروب ووافق عليها. وان شاء الله نعمل ملتقى بكره في نادي العجوزه بالمحامين من الساعه 2 بكل الشباب.